حقيقة حركة التنمية لا تتوقف في سيناء، جزء غالي جدا من الوطن، وزي ما كان بيصفها جمال حمدان العالم المصري الكبير، هي مصر الصغرى، هي مصر المصغرة، مشروعات بتهتم ببناء الإنسان وكمان بالبنية التحتية ومشروعات عملاقة واستثمارات ضخمة 650 مليار جنيه لبنية تحتية مختلفة وإنشاء يعني مشروعات عملاقة عديدة. تعالوا نعرف مع حضراتكم تفاصيل أكتر عن ما يدور في سيناء خلال السنوات الماضية مع دكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم وزارة التنمية المحلية. أهلا بحضرتك، صباح الخير. أهلا وسهلا أستاذ محمد، صباح الخير على حضرتك وعلى أستاذة جمانة وعلى أهلنا في محافظات مصر كلها. فندم صباح الخير يا فندم. زي ما شفنا في التقرير يعني استثمارات ضخمة في مجالات مختلفة، حابين نعرف من حضرتك أهم المجالات اللي تم من خلالها صرف هذا المبلغ اللي يبدو للوهلة الأولى ضخم جدا، 650 مليار جنيه من أجل التنمية والتعمير في سيناء. يعني خليني أقول لحضرتك بالفعل يعني الدولة المصرية على مدار السبع سنوات الماضية وحتى تاريخه هي في حالة من حالات التنمية والعمران المتكامل والشامل. وخليني أقول لحضرتك أنه مع الوزير اللي هو محمود شعراوي وزير التنمية المحلية حال رفع علم سيناء أمس بمناسبة الاحتفال بالذكرى 33 لعودة طابة الحبيبة للأرض المصرية والاحتفال بالعيد القومي لمحافظة جنوب سيناء، شعور أيام شعور أن حضرتك موجود على الأرض دي اللي يعني أبناء مصر رجعوها بكل أنواع الحرب، سواء الحرب العسكرية أو الحرب الدبلوماسية، والنجاح الباهر فيها دي لحظات غالية على قلب صحيح. كل مصري وعربي. لما نيجي نبص لشبه جزيرة سيناء شمالها وجنوبها والقطاع الأوسط فيها وإقامة العديد من المشروعات التنموية في مختلف القطاعات الحيوية، كذلك الأمر المرافق الخدمية بمناطق محافظة جنوب سيناء وشمال سيناء لخدمة جميع أهالينا في سيناء، طبعا ده لو جينا بصينا على يعني 650 مليار دول هتلاقي ان هناك اراده حقيقيه سياسيه ورؤيه دوله شامله في تعمير وتحسين جوده حياه لاهلنا المواطنين هناك. لما نيجي نبص على كمان الأهم المقاصد السياحية اللي موجودة في الدولة المصرية واللي بتتجسد على أرض سيناء دي بتعكس لنا فرص واعدة للسياحة الشاطئية والتراثية والثقافية، فضلا عما تمتلكه من موارد طبيعية بيجري توظيفها لخدمة الاقتصاد القومي المصري. طبعا بادرة الدولة المصرية بضخ الاستثمارات الغير مسبوقة دي، لو جينا زي ما حضرتك عرضت في التقرير تطوير شبكات الطرق والأنفاق اللي بتربط جنوب سيناء بالوادي العلا أما طريق النفق شرم الشيخ بطول 342 كيلومتر، طريق النفق راس النقب بطول 231 كيلومتر، فضلا عن نفق الشهيد احمد حمدي 2 واللي بيعد اهم معالم ربط جنوب سيناء بالوادي. ده طبعا يا فندم بتلاقي ان الدوله نفذت برامج طموحه في تطوير صحيح. المزارات السياحيه التراثيه في سانت كاترين، كمان موقع التجلي الاعظم وافتتاح متحف شرم الشيخ، فضلا عن الاستثمارات اللي استهدفت الطريق او والشريط الساحلي باكمله بدءا من راس سدر حتى نويبع مرورا بالطور وشرم الشيخ وطابه، بخلاف الاستثمارات الغير مسبوقه في تطوير خدمات الطيران المدني، الخدمات اللوجستيه اللي بتخدم قطاعات السياحه المختلفه. كذلك الامر جهود الدوله لتنميه جنوب سيناء ما اقتصرتش على قطاع السياحه والنقل فقط، بل كان لقطاع الزراعه نصيب وافر من الاستثمارات الحكوميه للاستفاده من المقومات اللي بتمتلكها المحافظه. ارتفعت مساحه الاراضي المزروعه بالمحافظه الى 31000 فدان، ده بخلاف تبني الدوله لبرنامج طموح للتنميه الزراعيه المتكامله لسكان الوديان بيستهدف تطوير 14 تجمع زراعي باحدث التقنيات الزراعيه وكذلك الزراعات الابتكاريه، فيما تم كمان اهتمام الدوله بجنوب سيناء ليشمل كافه القطاعات التنمويه اهمها قطاع الصحه والتعليم. مشير طبعا الى ان تم الاهتمام بتطوير كافه المرافق والخدمات والمستشفيات الصحيه بالمحافظه، واصبحت جنوب سيناء في طليعه المحافظات المصريه اللي دخلت ضمن منظومه التامين الصحي الشامل باستثمارات تجاوزت 3.2 مليار جنيه. كمان دكتور خالد يعني خليني وحضرتك تتكلم عن
جنوب سيناء وشمال سيناء. طبعا رصد هذا المبلغ الضخم واحنا بنتكلم 650 مليار جنيه هو خطوه مهمه جدا، لكن كمان الخطوه الاهم كيفيه تقسيم هذه المبالغ حسب الاولويه وحسب الحاجه ما بين جنوب وشمال سيناء. لا شك يا فندم، وانا مع حضرتك في ده، ولو عشان كده انا في بدايه كلامي قلت شبه جزيره سيناء هي منظومه تطوير وتنميه شامله تشمل القطاع الشمالي والاوسط والجنوبي وبتشمل كل الجوانب. يعني لو جينا بصينا على صحه الانسان المصري هناك وبصينا على كمان بناء الانسان المصري هتلاقي قطاعات الخاصة بالتعليم ما قبل الجامعي ثم التعليم الجامعي، جامعة الملك سلمان، ودي طبعا استثمارات غير مسبوقة في مجال صحيح. التعليم الأساسي كمان والتعليم الفني والتعليم العام، وده على مدار السبع سنوات الماضية. إذن هناك تكامل في عناصر الاستثمارات المنفذة. نيجي بقى كمان للحفاظ على كل هذه الاستثمارات، بيجي في على سبيل المثال وليس الحصر في الاهتمام بمجالات زي منظومة المخلفات البلدية الصلبة المتكاملة. يبقى عندنا هناك مصانع للتدوير، كذلك الأمر عندنا منظومة للجمع من المؤسسات ومن الشركات ومن المنازل ونظافة الشوارع والميادين والمحاور، كذلك الأمر العمل على إقامة محطات وسيطة ثابتة ومتحركة بتلم من الأحياء ثم بعد ذلك تنقل إلى مصانع التدوير، ثم طبعا خلايا الدفن الصحي الآمن اللي تم بنائها وفقا للاشتراطات والمواصفات. يعني كل الشبر دكتور خالد، كل الشبر في سيناء بيشهد يعني تنمية وبيشهد كمان مشروعات في مختلف المجالات. حابين نتوقف مع حضرتك شوية عن توجيه السيد الرئيس لتحويل شرم الشيخ إلى مدينة خضراء. احنا عارفين جميعا أن شرم الشيخ هتستضيف في شهر نوفمبر قمة المناخ COP27، وده حدث يعني استثنائي مهم جدا. حابين نعرف السادة المشاهدين ايه هو مفهوم المدينة الخضراء وازاي تتحول شرم الشيخ الى مدينة خضراء. أشكر حضرتك لأنه بالفعل كون أن أنت حضرتك بتستهدف أن تصل إلى مدينة خضراء، إذا مدينة تتصف بالاستدامة بكل عناصرها، بكل عناصرها الحياتية. يعني إيه؟ نظام الإضاءة فيها يبقى نظام بيئي آمن وبالتالي هتستخدم الطاقة الشمسية، كذلك منظومة النقل فيها منظومة بيئية متكاملة وآمنة ومستدامة. يبقى حضرتك هتتكلم على إحلال كافة الأتوبيسات والميكروباصات ووسائل النقل اللي تعمل هناك بالغاز الطبيعي وبالكهرباء، وبالتالي حضرتك هتعمل البنية التحتية وده الجاري عمله دلوقتي. عملنا خمس نقاط ليه وجاري عمل خمس نقاط أخرى فيما يتعلق بتمويل السيارات بالطاقة الكهربية والشحن. حضرتك هتعمل أكبر حديقة خضراء هناك أمام مجلس المدينة الجديد في شرم الشيخ، وبالتالي حضرتك الإنارة في الشوارع هتتم بالطاقة الشمسية. منظومة المخلفات البلدية وبالتالي تبقى منظومة متكاملة للنظافة الجديدة، تبقى منظومة سمارت. هنا بالشكل ده حضرتك بتضمن انه كل جوانب الحياة اللي موجودة هناك تتصف بالاستدامة، وبالتالي تصبح المدينة مدينة خضراء. الانبعاثات الحرارية بتاعتها هتكون ضمن الانبعاثات المقبولة دوليا وعالميا. اذا حضرتك بتنتقل من الالتزام البيئي الى منظومة متكاملة للالتزام البيئي. وعايز اطمن حضرتك وبشر حضرتك انه يعني افضل تدويق واوضح شهاده على ذلك هو استعداد مصر لاستضافه قمه المناخ العالمي على ارض محافظه جنوب سيناء في نوفمبر القادم. ده يعني هذا الحدث العالمي الاكبر والاهم واللي هيتم خلاله مناقشه ووضع حلول لاحد اهم القضايا المصريه في تاريخ البشريه وتاريخ الانسانيه، وهي قضيه التغيرات المناخيه. عشان كده يعني معالي الوزير شدد على عزم الحكومه بتكليف من سياده الرئيس على تنفيذ برنامج طموح لتحويل مدينه شرم الشيخ بالفعل زي ما حضرتك تكرمت اول مدينه خضراء مستدامه بشكل كامل في مصر قبل انعقاد قمه المناخ ان شاء الله القادم. وده هيتحقق بالتعاون ان شاء الله والتنسيق الجاري بين كافه وزارات الدوله المصريه والهيئات الحكوميه المعنيه، كذلك اليات عمل الاداره المحليه على ارض المحافظه، بالاضافه طبعا الى مشاركه مؤسسات القطاع الخاص ومنظمات العمل الاهلي والمدني. وده بيتضمن حزمه غير مسبوقه من المشروعات
الاجراءات والتدخلات اللي بتركز على تبني حلول بيئيه مستدامه والاعتماد على مصادر للطاقه ووسائل النقل منخفض الانبعاثات الكربونيه. وخليني اقول لحضرتك انه كمان ده الامس واول امس شهد وضع حجر الاساس لإنشاء فراس النقب التابعة لمدينة طابة ل 120 منزل بدوي متكامل يضم أحواش ويضم حجرات ويضم خدمة متكاملة، بالإضافة إلى إنشاء مراكز خدمية سواء كانت صحية أو مراكز شباب أو مراكز لتقديم الخدمات لأهلنا هناك، بالإضافة إلى طبعا وضع حجر الأساس لمحطة تعمل لتحلية مياه البحر ل 10,000 يعني. كل الحاجات دي دكتور خالد، يعني ممكن الواحد يسأل هل في سقف زمني أو جدول زمني محدد للوصول إلى شرم الشيخ كمدينة خضراء؟ يعني في سقف زمني معين أو في جداول زمنية وضعتها الوزارة؟ قبل انعقاد قمة المناخ القادم يا فندم في نوفمبر 2022 سوف تكون شرم الشيخ مدينة خضراء. طيب دكتور خالد، يعني أخيرا الحقيقة في توجه واستراتيجية مختلفة للدولة في ملف تطوير المحافظات تحديدا، وهي الاهتمام بس بالسمات وبالموارد وبالهوية الخاصة بكل محافظة. إزاي ده حصل في تطوير شمال وجنوب سيناء؟ يعني خليني أقول لحضرتك أن كل محافظة من المحافظات المصرية 27 لديها فرص ومزايا تنافسية في كمان طبيعة الزراعات اللي موجود فيها، طبيعة الصناعات اللي موجود فيها، طبيعة المشروعات اللي موجودة فيها، وبالتالي التنوع ده والخير اللي موجود في الدولة المصرية ده كان لابد من تخطيط محلي وإقليمي على مستوى كل محافظة بيعكس ده. تجلى ده في شمال وجنوب سيناء بالفرص التنافسية اللي موجودة هناك، سواء كانت استثمارات متعلقة بالثروات التعدينية أو الصناعات التحويلية. في وسط سيناء النهاردة بتقام مشروعات متعلقة بالثروة المحجرية هناك، وبالتالي زي ما هو في الجنوب في هناك مشروعات متكاملة في مجالات التنمية السياحية والنقل واللوجستيات، هناك برضو في شمال سيناء هناك مشروعات خاصة بالمناطق اللوجستية والزراعات الابتكارية وتطوير مناطق الصيد هناك، بما يعكس الثروات اللي موجودة في كل محافظة من هذه المحافظة. نشكر حضرتك جزيل الشكر طبعا دكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، نشكرك يا فندم كل الشكر على هذه الإيضاحات والمعلومات. حقيقة جمانة كلام مهم جدا، وشرم الشيخ زي ما قال لنا دكتور خالد هتبقى مدينة خضراء تليق باستضافة حدث مهم جدا إن شاء الله كوب 27 أو المؤتمر الخاص بقمة المناخ في شهر نوفمبر، حدث يليق بمصر، وكمان سيناء كلها بيحصل فيها إنجازات ومشروعات كتيرة جدا. فكرة أنت كمان تكون موجود كدولة المنظمة للمؤتمر صحيح، وانت بالفعل داخل بنموذج فعلا الدول كلها تقدر تحاكي هذا النموذج، مش مجرد كلام على الورق، مش مجرد خطوات ولا خطط على الورق، ودي نقطة مهمة جدا صحيح.